وبهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى على المكانة المتميزة التي توليها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في المحافل البرلمانية وبالصورة المشرفة التي يرسمها وفودها من خلال ممارستهم ومشاركاتهم البرلمانية. بلغة الأرقام مجلس الشورى شارك في 63 فعالية برلمانية إقليمية ودولية، يعني على سبيل المثال في خلال هذا أو الدور المنصرم. في كل هذه الفعاليات قدمت الوفود البرلمانية صورة إيجابية عن خطاب الاعتدال البحريني وبما يعزز من المكانة المتميزة اللي تحظى بها البحرين في المحافل الخارجية. كذلك رصانة العمل التشريعي عندنا بالبحرين واستقامته دستوريا وقانونيا، وأيضا توائمه مع مسارات عمل السلطة التنفيذية وما حققه من تطور نوعي للمملكة خلال أكثر من عقدين. هذه أكسبنا ثقة البرلمانات والمجالس التشريعية حول العالم، ويعني لله الحمد خلانا نحرز عضويات ومراكز قيادية متقدمة في الكثير من البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.